J'espère que vous allez bien. La vidéo j'ai lu mon jeunesse les être d'ailleurs baccalauréat. Alors félicitations mbrok ou de l'audio li raskom baqit avekoum ktar men dakchi li fat. Alors sans doute kayen fikoum daba li c'est bon alors chnou ghadi yedir tqbel chi plasa ou kitna juste le mois 9 bach yeltaq dik l'ecole ou la dak l'institut kanqoul lihom mbrok ou kayen l'autre catégorie li vraiment mazal ma arfin chnou ghadi yedirou mazal kitna chnou ghadi yban fi liste d'attente ou la ma tbouch carrément chi plasa parce que le seul choix li ghadihom la faculté c'est justement Agnès même li bghit ndoui lihom. Alors, je vais partager ma propre histoire avec le côté ou le sujet. J'espère que vous avez pardonné de faire des leçons. Je vais vous donner comme un raccourci. Je suis sûre parce que j'ai le même parcours, les mêmes sensations à 6 ans en 2013. Alhamdulillah, tout au long de ma vie, alhamdulillah, que j'ai un danger, que j'ai un danger. Tout au long de les 12 ans, j'ai été en Tidaïl et Dadi Thanoui, et aussi le bac. Alors, qui m'a dit comment c'est le bac, qui m'a dit que c'est le bac, je me suis dit que je 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 suis dit que alors, tu m'as dit vraiment que je suis dit que je suis dit que les 12 ans de Kerjaïa, je suis dit que je suis dit que les saturé, mais vraiment saturé. Et voilà, ce chasseur national, qui est mémoire épuisée, batterie faible, ou dans la chimie, les cours des cours d'idosphère, des cours de soutien, des cours accélérés, c'est là, c'est très bon que tu vas te croire. Tu as dit que 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 tu cours accélérés, que tu as dit que tu as dit que tu as la première séance que tu as dit نست في عروس ناسيونال نست في ساعتين ونص خدم ساعة ونص يعني كان عندنا 4 اور ديال الماط ايوا المهم داز هذاك ناسيونال نجحت بيان سور نجحت الحمد لله كان عندي ان فور ريجيونال ومراقب مستمر بيان سور على لونتور نجحت باك مونسيون افيان ولكن ناسيونال يهرسني بزاف وهنا كان لو شوك ديال حياتي مي وي سيتي لو شوك بيان سور وحده متعوده على 16 دي 7 ودي نوت مفرقعين ما تقبلش كانت بحال هزيمه بالنسبه ليا وكانت واحد الحاجه اللي زعما ما قدرتش نفسرها في ديك الساعه على البوك واحد الحاجه ما قدرتش نتقبلها كاع المهم جيت كونفوكي بلوزيغ كونكور مشيت حتى واحد فيهم بيان سور مشيت لواحد كان في مراكش ديال لانسا مشيت بلا هدف بلا اراده بلا طموح بلا باجاج بلا رصيد بلا والو غير غاديه كشكليات باش دوز كونكور بيان سور ما درت والو ما نجحتش فيه حيتاش دخلت كما قلت لكم نفسيه محطمه ما عنديش كاع رغبه في والو تي كنلقى بان ليا بشكل صافي رجعت للدار مكتئبه ولا اساس كنتسنى المجهود الوغ داز شهر 8 داز اوت بديك النفسيه في داك الاول ما كنبغيش نخرج ما كنبغيش نتلاقى بصحابي ولا بالناس اللي كانوا كيقراو معايا حيتاش ما متقبلاش الامر الواقع ما متقبلاش داك لو ستاتيو اللي انا كنت فيها ما متقبلاش راسي بيا كيفاش غادي نتلاقى مع الناس ونقنع راسي نقنع الناس بيا صافي بقيت هكداك في ديك لا بيريود فريمون هي اللي عاونتني باش نفتح على هذا المجال ديال الكوتشين وديال التحفيز النفسي وديفلوبمون بيرسونيل بديت نقرا شويه بديت نقلب كانت اول مره غادي نفتح على هذا الدومين المهم بديت نقرا عاونت راسي شويه بديت نبي احسن بديت نشوف تجارب ديال ناس اخرين بديت نعرف بلي هادشي راه مابقاش لي انا بوزي راه كيوقع للناس وقع كيوقع وهذا
واش يوقع سي نورمال سي ناتوريل ماشي مشكل كيجي بارفو هادشي الحياه اللي سبب ما ما كنعرفوش حتى كيدوز بزاف الوقت عاده كنقولوا اه دابا عاد فهمت علاش وقع هكاك. المهم لا فان او تقيد في لا فاكولتي انا كارا علاش حيت على ليبوك ديك الساعه كنت ما فاهماش ما عارفاش بالنسبه ليا تقيد في لا فاكولتي حشومه وعيب وحده بهاد ديك لا بريونس اللي كانت وديك ليكسيلونس اللي كانت تمشي لا فاكولتي نقرا مع ناس جايبين 10 نقرا مع ناس مضوبين بزاف في الباك ناجحين في الغاتراباج انا غادي نقرا مع صوري انا كنقول لكم كيفاش كنت نفكر على ليبوك بيان سور كاين بزاف ناس يفكروا دايور هكا. ايوا المهم مشيت لافاك مشيت لاول نهار في لافاك كان العالم جديد وغريب ليا كيقراو معايا بزاف ناس يقراو معايا ناس كبار كنقراو واحد المسا كبيره سميتها لونتي تياتر كيقرا البروف تيقرينا بالميكرو بروف تيدي بالفرنسي سيتي با زان بروف دو ميدي مي سيتي ان بارادوكس حيت كل انا كنقرا بالعربيه تاعي كيقول لي سيري دخلي دغيا راه البروف جا تاعي كيقول لي راه البروف غادي يخرج دابا في اول سيونس اول سيونس تعود انا كنقرا ام سي ام ساعتين بوي غادي ندخل ساعه ونص يخرج البروف كاين بزاف الحوايج جداد عليا كيخصني نجي كل صباح باش نشد بلاصه قدام الى بغيت نسمع البروف وكيخصني كل نهار نتصل على مي بيرسون اللي كتشد بلاصه ديال كتشد 90000 بلاصه ماشي بلاصه 90000 بلاصه بالضفاطر بحال جالسين في الحمام كان بزاف ديال الاختلافات داك الشهر الاول دوزت عليه في هذا التقبل ديال الاختلافات في التاقلم مع الاختلافات وعاد نمشي اخرى انا كنت صحابي مره الوقت كاين استراح مره الوقت كاين بيننا كانت حيتاش داك الهول اللي كيكون على داك الباك وداك الاحتفالات وداك كثرة الهضره اللي كدور عليه فكيصحابنا بلي هذاك هو اهم ديبلوم غادي نشدوه في حياتنا وكنكتشف بلي هذاك اسهل ديبلوم ممكن نشدوه في حياتنا باش نخرجوا منه كنت صحابي القرايه ديال سهال اي بي كنتفاجئ بلي عجبني اللي كنقرا مات فيزيك انفورماتيك مات فيزيك انفورماتيك واحد شويه مات فيزيك واحد شويه مات كان مشكل وكان بارادوكس ولكن غلبت على هادشي. المهم داك البروميير سيمستر داز مزيان الحمد لله جيت فاليدي وهنا كانت مفاجاه بالنسبه ليا علاش مفاجاه حيتاش ملي دخلت وانا كنسمع فريمون اراء سيدي ملي دخلت وانا كنسمع لا فوا كي كنضيف في حياتنا هاد البروف ما تيقراش مزيان هاد البروف ما تيحطش النقاط عشيت بين الناس كيفاليديو كيفاليديو هادشي خيالي هادشي غريب هادشي بزاف هادشي كثير هادشي ما نقدروش عليه هادشي ما كيداش هادشي ملي دخلت وانا كنسمع الاراء والله العظيم فكانت مفاجاه بالنسبه ليا حيتاش عاونتني باش نطفي داك الغضب باش تخف بيه النار الاول وديك الحرقه باش دخلت في هاد لافاك ومن جهه اخرى رضيت الاعتبار قدام نفسي. المهم مشات ايام وجات ايام بقى هادشي غادي بهاد الطريقه كنت غادي مزيان ولكن واخا هكداك بينو بين راسي جيت با ساشي سفات 100% باسكو كنشوف راسي كنقرا حاجه فوندامونتال حاجه اللي ما عرفاش الافق ديالها كنقرا صافي كنقرا باش ننجح كنقرا باش ننجح ولكن ما عرفاش اشنو كاين قدامي لونبيبيتي ما عرفاش شنو هما الافاق ديال هادشي فكان هادشي كان مديرونجيني ولكن ما كنقلبش ما عرفاش شنو نقدر ندير غير غادي وصافي حتى لواحد النهار بالصدفة كنت غادي نحضر لا سكولاريتي ديال لا فاكولتي اللي كيعرف فاكولتي سيونس مالية سكولاريتي حداها كاين بزاف ديال الملصقات غادي تما بي كيبان ليا واحد الملصق كبير فيه ان بي ليسونس بروفيسيونيل كنقرا كنكتشف بلي كاينه واحد الحاجة سميتها ليسونس بروفيسيونيل واكثر من ذلك كاينه 13 ليسونس بروفيسيونيل ديك لافاك اللي انا فيها واحد الحاجة اللي عمرني ما عرفتها. مشيت لسكولاريتي سولت شنو هادشي كيفاش كندير ندخل ليه كتشف بلي هما 13 واحسن وحده فيهم على حسب ما قالوا ليا هي ان بي تي سي بي تي بي ليسونس بروفيسيونيل اون تكنولوجي كوردينياسيون مون باتيمون لي طرافو بوبليك باش ندوز ليها خاصني نتقبل في بريسيليكسيون كونكور ندوز كونكور اكري نتقبل فيه ندوز كونكور نو وي سي سا ندوز كونكور اورال ونتقبل فيه سي سا بريباريت لهذا الشيء سولت عليها جمعت لي زانفو قلبت على لي كونكور القدام دوزتها الحمد لله نجحت فيها مشيت فيها مزيان خديت ما ليسونس اي وي خديت ما ليسونس من لافاكولتي دي سيونس مالية ماشي كيصحاب الناس اللي دخل لافاك متيخرج منها لا غادي تدخل لافاك غادي تخرج منها غادي تنجح غادي تاخد تا ليسونس غادي تاخد طون ديبلوم وغادي تخدم مالوزمون مكانش عندي لاكسي ديريكتومون للماستر كان خاصني دوزون ديال ليكسبيريونس بروفيسيونيل سي بوكوا خرجت نقلب على راسي خرجت نقلب على ستاج راسي اعتمدت على نفسي وهنا غادي نبدا ليكم غادي نعاود ليكم على الباركور ديالي في اوتر فيديو دابا بغيت نركز مع لا فيديو ديال اليوم علاش عجبكم هادشي يكون هادشي كامل حيت فريمون بغيتكم تخلصوا لا ليسون بغيت نسهل عليكم زاد الحوايج ندير لكم راكورسي بلاصه لدوزو في هادوك لي زيمونسيون نيجاتيف اللي انا اختصرتهم لكم غير في دقيقه واقيلا اللي دويت عليهم غير دقيقه في مجموع ديال الوقت اللي دويت عليه ولا لي سيكوند اللي دويت عليهم باش كنت نحس فاش خديت الباك وبديك لا
la surprise, la mauvaise surprise, خلاص ça يقدر يلتقى دقيقه ولكن c'était والله العظيم c'était شي حاجه اللي اكبر من الوصف. Seul الناس اللي كيدوزوا دابا من هاد لي ميم سيركونستانس لي ميم كونديسيون بلي هادي فين مزيان علاش ندوي راني فاهمكم راني عارفكم مزيان باش تدوزوا ولكن تيكون لا فاك ماشي ان موفي شوا ماشي ان موفي شوا. انا كنحترم بزاف الناس اللي كيجيبها لو بروميي شوا ملي كيتبغي تشتغل صافا حيت احسن ديبلوم هو لو ديبلوم ايتاتيك هو لو ديبلوم يونيفرسيتير هو لو ديبلوم ديال لا ريشيرش هو لو ديبلوم ديال لا فاك. تيقوني لو ديبلوم ديال لا فاكولتي ما كاينش بحالو. تيقوا فراسكم سيروا في لا فاك مزيان. ودابا جبت لكم شويه 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 ديال لي كونساي هكا مختصرين. بغيت نكمل بهم هاد لا فيديو ديالي وبغيت نزيد نرسخ لكم هاد المفاهيم اللي دويت عليها. وباغا سي بون دوي على لا رونتري سدينا هاد الباب. دابا انت وصل لافاك كيما ذكرت في الاول غادي يجي كلشي جديد عليك وكلشي غالي من الباب لافاك حتى البيبات. النصيحه اللي بغيت نعطيك هي بيكون مع لي شانجمون. دخل دي جروب فيسبوك دخل دي باج والناس فهم شنو كاين شي ضرب دويره في لافاك فهم الجو ديال لافاك اللي منهيتي ديال لافاك قبل ما تدخل ليها. عرف او موان فين جا كل مرافق من مرافق ديال لافاك عرف فين جاو لي زونفي باش او موان داك 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 الشانجمون بسيك اللي كيجي في الاول يجي غيكون غيكون دو سوت فاسون ولكن بواحد الحده اقل. هادشي اللي بغيت ننصحكم به. دابا سي بون راك اليز ترانكيل دزتي من هادشي كامل ودابا راك وسط لونفي ووسط المحاضره. هادي تجربه اخرى. هنا غادي تلاقى بجوج انواع ديال البشر. كاين النوع الاول الناس اللي بحالك جايين لافاك بهدف انهم يقراو ترانكيل اليز يقدر كانت لافاك هي لو بريمي شوا ديالهم كيما قلت تحيه كبيره للنوع ديال الناس. هاد الناس تلقاهم هي قدام جالسين قدام بروف اليز ترانكيل كيكتبوا ديما اجور ديما حاضرين. كون منهم كون منهم ما تكونش داك النوع الاخر ديال الناس اللي كيدوزوا المحاضره 15 مينوت الا كثروا فين كيمشيو يكملوها في البيبات حيت بالنسبه لهم البيبات ديال لونفي نيمو واقيلا 12 هو اللي ما كاينش واقيلا في لافاك سما ليا ولا مع 11 هنا بغيت نحل واحد لابارونتيز. البيبات البيبات جاي من الفيرب بواغ يعني البيبات هي واحد المكان اللي كنمشيو ليه باش نستراحو باش نشربو شي حاجه نتنفسو ننسو لاجام داك ستريس ديال القرايه ونقدروا كاع بارفان نقراو فيه. علاش لا؟ انا شخصيا السيمستر الاول هو بلوتو لو سيمستر يقدر اللي دوز فيه اكبر وقت ممكن في البيبات اللي كنمشيو كندوز في البيبات بزاف مع دو زامي ديالي بجوج من صحاباتي كان هو لو سيمستر ان بورتون كان هذاك هو اكثر سيمستر فاليديتو افيك افيكاسيتي والله العظيم. يعني بالقصيد البيبات راه ماشي خايبه راه ماشي زعما كاع الناس كيدوزو البيبات خايبين ولكن كتضيع الوقت كتضيع الوقت. كاين واحد الكاتيجوري اللي ما عندهاش هدف في الحياه ما عندهاش هدف من لافاك اصلا ما كيعرفوش مين با لي بروف ما كيعرفوش مين بارتين ديالهم في ديالهم فما تكونش من هاد الناس ما تمشيش تخاف معاهم. هادشي اللي بغيت نقول ركز على الهدف ما تنساش ديك الحلقه باش دخلتي ما تنساش دوك لي زيموسيون اللي دازو عليك ما تنساش الهدف ديالك خلي ديما بين عينيك ولا فاك راه تدارت باش تقرا فيها. حاجه اخرى وصل لافاك راه حتى حد ما غادي يفكرك حتى حد ما يقول لك دخل على البروجا ولا البروف خرج حتى حد ما يقول لك عندنا امتحان ولا عندنا طرابلاج حتى حد ما يقول لك سكوت ولا جلس ولا بروف اون فوا تغلي درتي الزراق وتي خرج تو سامبلومون. يعني لافاك كتبغيك تتصرف ايطون ان ادولت خلي يدك تبرج ديال ليسي. دابا راه ولات سميتك حاجه اخرى بقات سميتك تلميذ ولا سميتك طالب للعلم. يعني خصك تتصرف كانسان مسؤول كانسان واعي وتوفر لراسك والناس اللي حداك الظروف ديال القرايه والظروف ديال الكونسنتراسيون. فما تنساوش ما تنساوش فريمون هاد النقطه. اخر نصيحه بغيت نوجه لكم هي قراو مع راسكم. خليوني نمدك الهضره ديال التجمعات ونجمع باش نبريباري ونجمع باش نقرا في الفيديو ديالي ما كاينش داكشي. قرا مع راسك حاجه واحد فيها حاول المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه ما فهمتيش سير عند البروف اللي قرا لك لي بروف سون تري جونتي و تري سامبل والله العظيم كلهم. ما فهمتيش سير لبيبليوتيك كاينه لا بيبليوتيك ديال لافاك عامر بالكتوبه خذ الكتاب اللي بغيتي حاول عاود ثاني. ما فهمتيش تتكون درتي هاد الحلول كامله عاد تلتجئ شي واحد تيقرا معاك تيقرا مزيان فريمون وسولو اسمع واحد دميور ولا اونور صافي قد الغرض وسير فحال كمل القرايه بوحدك. ما كايناش شي حاجه سميتها مراجعه انكم. انا شخصيا ما كنامنش بها يقدروا بزاف الناس اخرين ما يتفقوش معايا في هذا البوان ولكن انا ما كنامنش بها. كنقرا مع الناس نجمع بيان سور كنجمع مع الناس شحال ما جلست في بيبليوتيك شحال ما جلست في بيبليوتيك ولكن يا اما تنقرا بوحدي ولا كنت جالسه مع الناس ما كنستافد والو ما كنستافد والو كنرجع للدار نادمه حيت جلست ونقدر نعاودها مره اخرى. دابا انا كنهضر بواحد العقليه ديال شي واحد اللي سيرو خرج من لافاك فات هذيك لا بيريود تنشوف المساله من هكا بسطحيه من الفوق. يعني هاد النصائح اللي كنعطي بحال هما العصاره ديال جيبتي في لافاك هما واحد النصائح اللي فريمون اوبجيكتيف ما عنديش فيهم ما كيخليني لي سنتيمون. الحاجات اللي
كتبان لي هذا هو المعقول هادشي هو اللي خصو يدار داكشي باش انا كنصحكم بهادشي ما كاينش اي ما كاينش تنديرو كنت ندير انا هادشي ولكن بحال كتلاشت انه ما كيصحش بالضبط المساله ديال القرايه اون جروب بديت توجور انا ما امناش بها بزاف حتى انا وصافا كنقدر نكون درتها بارفير ارضاء الخواطر ولكن كانوا جا الدار شي خصني نقرا مع راسي ما كنامنش بالقرايه اون جروب وكنصحكم فريمون انكم تقراو مع راسكم وتجنبوا هذه المساله حيت تضيع بزاف الوقت والسمسره كي تيدوز في مشكل. وصلنا لفين ديال نوتغ فيديو كنتمنى انها تكون كانت خفيفه على قلبكم الناس اللي كانت موجهه اليوم لا فيديو كنتمنى لكم حظ موفق نيزيتي با الى خصكم شي حاجه لي كوردوني ديال لي كونط ديال السوشيال ميديا راهم في صندوق الوصف نيزيتي با والله اي حاجه خصكم صيفطوا ليا كنجاوب على كاع الاستفسارات ولا كاع التساؤلات الناس الاخرين ولا توت لا كوميونيتي كنوعدكم لا فيديو ديال الجايه تكون لو بلو بروش بوسيبل تكون توجور على الوتر على لا بروشين.